أهلا وسهلا فيكم بموقع أرسم بوزيتيف. أنا أنس أمين، مؤسس الموقع. حنحكي بهالموقع عن كتير مواضيع، حنقترح كتير مواضيع وحنعمل سكتشات لكتير مواضيع. ممكن ما يكون في بيناتها أي رابط، ولكن الشيء الوحيد اللي بيجمعها هو التعاطي بإيجابية. الدنيا زحمة، ضمامير سيارات، ضغط شغل، خنقة، تلوث إلى آخره. هالكلام كله ما بيأثر عليك، لأنه أنت اللي بتحدد بؤرة تركيزك، وانت اللي بتحدد افكارك اللي بدك تفكر فيها، وبالتالي انت المسؤول انه انت ترسم حياتك. اهلا وسهلا فيكم مرة تانية، ويلا نرسم حياتنا مثل ما نحن بدنا.